الوزيرة! يا سيادة الوزيرة! يا سيادة الوزيرة! سلامات ابو رزق. الله، ازيك يا عم درويش؟ ازيك يا دكتور سامح؟ الحمد لله. يا ابو رزق، عملت لي ايه فود للدب؟ انا بتلك عليها الدنيا والله يا عم درويش، بس هي شحه قوي. واحد يعمل ايه بس في الحموضه اللي هاريه بطنه دي؟ ولما الحموضه هاريه بطنك ما تجيلي الصيدليه، هدي لك كيسين فوار زي اللوز بدل ودن الدب وبوز البطه والحاجات والكلام الفارغ ده. ودن الدب وبوز البطه والكلام الفارغ ده؟ طب ما انت جاي تشيله وتعبى يا دكتور. لا انا جاي اخد لبان ذكر وحجر جهنم كمان. وحجر جهنم؟ لا لا لا، جهنم يا مفتري. لا لا، انت فاهمني غلط والله. لا لا، فاهمك صح. انت عنتيل صراحه، واد عنتيل عنتيل. حابب افوت عليك على الزخانه واخد كسيم فوار. ها سلام. استنى بس يا عم درويش، اخبار اللابتوب بتاعي ايه؟ جميل حلو. هو ايه اللي جميل يا عم درويش؟ وانا باخد رايك فيه. الجهاز عندك بقاله اسبوع عشان تغير له كارت شاشه. بقول لك جهاز جميل بس محمل. اللي دي محمل بلاوي بلاوي. يا راجل يا راجل، ده انت راجل متجوز يا راجل وعندك بنت على وش جواز. افرض البنت فتحت كده ولا ايه؟ عيب يا راجل. والله انت فاهمني غلط يا راجل. عيب والله. فاهمني غلط. عيب والله. والله والله عيب. والله ابدا. ده انت دكتور غريب. لا. والله عيب. عيب قوي يا دكتور سامح. عيب. انا اسف. عيب يا سامح. حاضر. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا عم درويش، اهلا. فلقت انت امبارح، سمعت المصنفات كانت عامله قلق في المنطقه، بس انت عرفت الكوت. كوت كوت ليه؟ انا طول عمري ما اشتغل في السليم، عمري ما اشتغل في حاجه مضروبه. امال قفلت ليه العصريه؟ مكشوف عنك الحجاب؟ مكشوف عني الحجاب. جالي هاتف في المنام قال لي الاجهزه هتاخد برد ولازم اقفل عليها. بعدين انت شاغل نفسك بالقصه دي ليه يعني؟ قفلت ولا فتحت؟ وانا كنت قفلت على صباعك. حاجه غريبه قوي يعني، حاجه غريبه حقيقي. سلام عليكم. عامه انا معدي لك بمزاجي. انا لو كنت عايز اخليهم يستنوك لما تفتح كنت خليتهم يستنوك. بس انا مراعي الجيره والعيشه برضه. وانا مراعي انك مراعي. وربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقدرنا على رد جمالك. اسويش خط جد. دكتور سامح عاوز اللاب توب بتاعه شهاب. شال وخلصوا له شهاب. لسه ما لعبتش اللي عديه. عشان بتتفرج قبل ما تنقل. قلت لك 100 مرة قبل كده، التكمير قبل التفعيص. الله يخرب بيت فقرك. ايه ده يا شهاب؟ ايه ده؟ ده حتة جديدة كده استلقطها. هنعمله من وراها مصلحة حلوة. ايوه يا شهاب، بس الله الحته دي يا ابني مش شبهنا. واحنا مكتوب على وشنا الصيني؟ ده رزق عم درويش ربنا بعته، هنقول له لا؟ رزق عم درويش ربنا بعته، هنقول له لا؟ ايوه. بس الرزق النظيف ده عمره يعني مفكر يهوب ناحيتنا. الله يا ابني، الحته دي ما يقلش تمن عن 5000 جنيه. اديك قلت 5000 جنيه، وتقول ايه بقى الشعب اللي وقعه ب 300 جنيه بس؟ اللي وقعه بكام؟ ب 300 جنيه بس؟ اقول له ان انا هخرب بيت اهلك لو ما قلتليش مين اللي جاب الجهاز ده. والنعمه العظيمه ما حد جابه، ده هو جال لوحده. جال لوحده؟ جال لوحده ولا الواد هيسا جه وزقه عليك؟ اعترفت يا هيسا يا ابن الكلب. طب اسمعنا بس يا عم درويش، انا هفهمك. ولا اسمع ولا نيل، انا قلت لك 100 مره قبل كده بدل المره 1000. اللي زي هيسا ده
واي حرامي زيه ما يعتبش المحل هنا. مش عرفك بس ان هو سرق عم درويش؟ مش ممكن يكون شارب مجهوده؟ يلا احيه اجري. انا اجري هات لي منديل. انا هات لي منديل امسح الريان. اجري عم درويش دي تجاره تجاره والتجاره حلال معروفه في اي حته. بعدين لو انا ما اشتريتش من يوسف مثلا يعني ما هو الف شهاب غيره هيشتروا. الف اسم ملطوط ريحتهم وحشه. يا ابني اعمل معروف. انا بحب امشي دغري ما بحبش المشاكل. عم درويش الفرخه اللي ما بتنكش ما بتاكلش. وبعدين عم درويش انت عايزني دلوقتي تعمل ايه وانا اعمله؟ ارجعه تاني للواد هيصه؟ يا حبيبي ترجع للواد هيصه؟ ترجع للواد هيصه؟ هقو انت بتقول انا هقو يا عم درويش؟ بتتريق عليا؟ بقول لك ايه، انا شوف البتاع ده يتفتح ازاي. لازم نعرف مين صحابه ونرده له. شوف ما فتحته قبل كده. اه فكيت منه الباسورد وقفلته تاني عشان البطاريه. اه وريه. حته حلوه طبعا طبعا. عجبك مجايبي؟ ايوه يعني بس البتاع ده يعني مفيش اي سكه نعرف مين صحابه. بص احنا نقلب بقى. ممكن نبدا بالفيسبوك؟ افتح ام الفيسبوك. دكتوره ناديه ابو العزم. او ربنا ظهر الحق طلعت دكتوره وناديه بالعزم اسم فيلل وقصور عم درويش. هتلاقي ست مليانه ومريشه وصاحباتها قالوا لها خلاص يا دكتوره ناديه ابو العزم فداك يا دكتوره ناديه ابو العزم. هتلاقي جابت ثلاثه غيره. جابت ثلاثه غيره اه بس هتبلغ عندها. ولو بلغت عندها هنبقى كلنا معكوكين. الله يخرب بيتك. بص هنرجعوه يعني هنرجعوه. رجعوه ازاي وانت واخده كده عم درويش؟ انا هاخده افحصه بقى اطلع منه اي اسم اي رقم تليفون اي عنوان. المهم نوصل لاراضي الست الدكتوره دي. بقول لك ايه ولا هي الصور هنا فين؟ الصور هي الصور. الصور برضه هتعرفك العنوان. ما تهلضمش. بقول لك الصور منين؟ قول لي الصور منين؟ الصور منين؟ الصور موجود فين؟ هنا اهو. وريني. ايه الصور اهي. اه الجاليري. فاكرني جاهل؟ الجاليري. الجاليري. فين؟ في الجاليري. بس. في الجاليري. ريتني كنت قلت الجاليري. احبك طبعا. الله 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 الله. ايه يا نجم بتتلوى كده ليه؟ كيو كيو حبيبي كيو حبيبي. الله يا راجل انت ما تقف على بعضك. كيو حبيبي انت اتحبلت ولا ايه؟ كيو حبيبي. يا سينابوي تحب اجيب لك الجمبري لوحده والملوخيه لوحدها ولا تحب الغوصهم لك على بعض؟ ايه ده؟ الانطس انطس تتايع الانقص لغواصيهم على بعض. عيني مش هتبطل الوساخه اللي انت فيها دي بقى. ايه انقص دي؟ دي اللي بتعمل لي كل حاجه. اه بتغسل لي هدوم وتطبخ لي الطبيخ. دي الهاوس كير. الهاوس كير البقين الحمضانين دول تطرطش بيهم على حد تاني لعلمك بقى. طوب ارض المكسيك كلها عارف المليطه اللي انت فيها دي وساكتين عليك عشان خاطر شبتك يا نبوي. يا نبوي ايه بقى؟ لغوصت ايه؟ ده انت لو لغوصت تروح في 60 ده هتجيلك سكته قلبيه. الله يخرب بيتك. ده جبل ده جبل يا علاء. ده انا محترم وراجل حر. انت راجل ناقص. والله راجل ناقص. ولعلمك بقى الواد شهاب ابنك عارف انك ناقص وعشان كده ما بيرضاش يبص في خلقتك ومقاطعك مش عايز يشوفك. بدل ما تعلمه بر الوالدين. بر الوالدين؟ كنت انت حسن تربيته عشان يبرك. انا مربيه احسن تربيه. فعلا مربيه احسن تربيه. احسن تربيه انت مربيه فيها طبعا. لو كان متربي كويس زي ما انت بتقول ما كانش بقى يشتغل في الحاجات المسروقه يا بني ادم. بقول لك ايه؟ لو عايزنا اتغدى معاك بنتي تيجي تفضل جوه مش عايز اشوفها. فاهمني؟ ده هي اللي طبخه الطبيخ. طبخة الطبيخ مش طبخة الطبيخ. تاخد منابها وتتكل على الله. ولا انت ليك شوق في حاجة تانية يا نبوي؟ لا هو لو ليك شوق في حاجة تانية ده انت تضيع يعني. ده انا من جدك الله يخرب بيتك.
ولعلمك بقى خليها تخلي الملوخيه لوحدها والجمبري لوحده عشان انا ماليش في اللهواصه دي. ماشي ماشي انا بقول ماشي ماليش حاجه كده 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 تلو على ايه؟ الله يخرب بيتك. المحل ده مش بتاعي، ماليش دعوه بالنسخ المضروب والافلام السكس بتاعت عم درويش بتاعت انا، الافلام السكس بتاعت انا. طب ماشي كنت ادور عليه وسعيكم، طب حرام عليكم محل ملوش ذنب. انا بني ادم زيكم على فكره، ايه البصه دي؟ ايه دي؟ الحادق تسلم ايديك يا انطس. انا سايبك ساعه بتقلب في الموجز يا واطي يا واطي، انا بحاول الاقي حاجه تدلني على اصحاب البتاع المسروق ده. طب ما تسيبني اقلب معاك. لم نفسك يا نبوي، لم نفسك بدل ما لمك. عليا النعمه ما كنت بخاف من ابويا قد ما بخاف منك. رتب يالا. طب ما انا قلت لكم من الاول يا باشا، قلت لكم بتدوروا على ايه وانا هساعدكم. اسالني هساعدكم والله هساعدكم. طب ايه يا باشا؟ طيب طب ايه ده منظر محل خش تاب؟ احنا مكتوب على وشنا صيني، يعني اخرنا تاب صيني من ابو 600 جنيه. انا افتكرت يا باشا، افتكرت المسدس ده بيفكر. احنا فعلا جالنا تاب، حتى انا استغربت جدا، قلت هو التاب ده مين اللي جاب؟ قام صاحبه قال لي بتاعنا. قلت له طب انت عايز ايه يا صاحب التاب ده؟ قال لي فك لي الباسورد. قلت له افك لك الباسورد. فكيته بالفعل والحمد لله العمليه نجحت، وراح قال لي جدع شاب، وراح اتكل على الله. النعمة العظيمة ما اعرف، والنعمة العظيمة ما في تاب جاي هنا يا باشا. ايه لازمته الفيلم الاجنبي ده؟ ايه يا عم شو زنكر؟ طيب يعني بسم الله ما شاء الله، دي كودة ضغط المكان وبسم الله ما شاء الله. يعني لو كان في اي تاب هنا كان قال انا اهو. انت عارف يا لا لو طلعت بتكدب عليها هيعمل فيك ايه؟ وانا اعرف منين ما انتوا اللي هتعملوا، بس انا ممكن اتوقع. هتموتوني؟ احنا مش طيبين قوي كده. هتقتلوني؟ يلا يلا. ايه هتعملوا ايه تاني؟ هتعملوا ايه تاني؟ ايوه يا باشا ما لقيناش حاجه. تمام تمام يا ريس، مستني الرساله. مع السلامه. الشاي يا سنبوي. مبروح انت ونهجة سعد نبوي. اساعدها بجد سيدة بيه. انت فيك حيل تساعدها؟ يا راجل يا راجل، دي انطس دي هتتصدم فيك صدمة عمرها. أي والله هتتصدم فيك صدمة عمرها. بكهرباء يا هلا كهرباء. ها يا شهاب. ايه ايه يا نهار ابوك اسود. طب اقفل 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 انا جاي. لا تيجي يا قبطس. انت بتعمل ايه؟ بغسل الصحون يا سينابوي. ده واجب عليا انا اللي اغسلهم احدا. وبعدين يا درويش هو ده وقته؟ لا منك ولا كفايه تشرك. ايه ايه انتوا مين؟ معاك اذن نيابه؟ قول
تصوتيش، وراك راجل. انا عيل يا بنتي، انا عيل. الله يخرب بيتك يا شاب، الله يخرب بيتك يا شاب. يا نهار اسوخ، الشاشه اللي هناك دي خلاص اتكسرت. اه والكيسه دي مفيش حاجه سليمه، مفيش حاجه سليمه لماها. انا سليم يا عم درويش الحمد لله. انت بتخلص خالص. الله يفداك. اخلص خالص، مفتحش بقى. انت قص البلاوي دي كلها. قلت لك من الاول، انا قلت لك من الاول اخر الطريق اللبش وحشه. ما صدقتنيش، ما سمعتش كلامي. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه دلوقتي؟ سامعني سامعني والله يا عم درويش، استهدى بالله كده. انا ما احبش اشوفك كده عم درويش والله. اقول لك اخصمه من مرتبي. مرتبك مين يا جزمه؟ يا جزمه يا جزمه، مرتبك ايه؟ مرتبك اخصمه؟ والله لا. شوف انت، انت حلال فيك ابوك، حلال فيك ابوك. الله يزعل معاك يا عم درويش. كنت اقعد معاهم سيرهم، شربهم شاي، قول له هجيب لكم التاب. كلمني كلمني. هما جايين نخطب اختي، انت ما شفتهمش يا عم درويش. وبعدين انا دول لا يمكن يكونوا اصحاب العباد، دول لا يمكن يكونوا تبع الدكتوره المحترمه اللي احنا شفنا صورتها. دول دخلوا شخرموا المكان زي التيران. شخرموا المكان زي التيران؟ ايه داخليه يعني؟ لا يا عم درويش مش داخليه، الداخليه بتشد بعد كده تنفخ. دول دخلوا نفخوا على طول. نفخوا على طول؟ تبع ايه دول يعني؟ معرفش. تعرفش مش ناقصك يا نبوي، مش ناقصك. كنسل عليا. اطلبه تاني. وانا دايما لما بطلبه هو يكنسل. اطلبه تاني. ما هو يطلبني. اطلبه. حاضر. غير متاح يا بيه. ايه يا باشا؟ تمام تمام يا ريس. يلا يا رجال. عم درويش، عم درويش. الحمد لله لقيت ماوس شغال اهو. الماوس سليم؟ بس هو الماوس اللي سليم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل. ده ابويا بالطاسه شكله عاوزك انت. لا عارفه نبوي مش هيبطل زن. ها نبوي خير؟ نعم اتفضل قول عايز ايه. كده يا درويش كده بعت لي مصايب تبهدلني يبهدلون في بيتي. ده جزائي ان انا عزمتك عزومه كويسه على الغدا وضيفتك في بيتي. ايه ضيفتك في بيتي وعزمتني على الغدا؟ ايه اللي حصل؟ فيها نبوي بس يا ام بس ما تغيطيش. وانا كنت هخلي واحد يلبس شعره من شعرك، ده انا كنت ذبحته. انطس ايه وزفت ايه؟ ايه اللي حصل يا نبوي؟ ثلاث بغال استرالي قلبوا البيت ودغدغونا، كل ده عشان الزفت اللي كان في ايدك. يا نهار اطران، وعملت ايه يا نبوي؟ اديتهم اسمك وتليفونك وعنوانك وبدع ربنا انهم يصدقوني. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. في عم درويش الجماعه اللي جولك هنا وقلبوا المكان راحوا لابوك يدوروا على التاب. احيه ده بتاعك كده مرصود. مرصود يعني ايه؟ يا مرصود يعني في جهاز تاني بيتابعه وبيعرف مكانه على الخريطة. البتاع ده لازم يتقفل ونقط من هنا. كنت نروح فين يعني؟ في أي داهية، أي حتة. أنت ما شفتهمش؟ أنا شفتهم كلهم، دول وحوش يا عم درويش. ده في واحد منهم رفع كيسة بصباعه. رفع الكيسة بصباعه؟ آه بصباعه. أنت بتعمل إيه يا عم درويش؟ بقفل على الحطام اللي جوه ولا هيبقى موت وخراب ديار. طب انجز انجز يا عم درويش، انجز يا عم درويش. الخراب وصل لحد هنا. انجز يا عم درويش. يا نهار طين. نط نط يلا. راح فين يا شهاب؟ كفايه كده تمنع عن شم وهوا ونيجوا بسرعه. 30 جنيه يا شهاب. انا هشتريه ورا التوب ده. خش يمين من عند فتح المكان. خش يا
ورانا عم درويش. اطلع على السوق ما تخافش. هتعدي يا عم درويش؟ هتعدي مش هتعدي هتعدي مش هتعدي هتعدي الله عليك يا عم درويش. جبتها منين دي تسليكه رفع الابره؟ كل ابره وليها خر. يلا حريص شويه. اطلع اطلع اطلع. انا بطلع اهو. انا مالي طيب؟ شيل حاجه مسوقه ليه؟ خلاص يا عم درويش. شيل حاجه مسوقه ليه؟ ندمان. استغفر الله العظيم يا رب ندمان. ندمان؟ خش وراه خش وراه يمين. عدي من تحت الوجه. عدي. اهو. عدي. عدي 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 عدي. اسحب. هم لسه ورانا برضه. اسحب. خش جوه الهدى. مش هينفع. خش جوه الهدى. خش يا وش المصايب. وراه ما تسيبوش. خليك وراه. عم درويش عذبناهم. المهم دلوقتي هنعمل ايه بقى بعد المطارده الجامده دي؟ رايحين لجلاب البلاوي. الحيوان اللي اسمه ايسا ده نلاقيه فين؟ انت اكيد عارف. اللي انا اعرفه ان هو بيقف في دروه كده في ابو قير. دروه في ابو قير؟ اه. يلا على ابو قير. ماشي ابو قير. اموت واعرف انتوا بتتلموا على الاماكن الزباله دي ازاي ولا شاب؟ انا انت متعلم انا ومعاك دبلوم حاسب الي. الله يخرب بيتك. دبلوم حاسب الي؟ اه دبلوم حاسب الي متعلم. ايه خدت جايزه يعني يا عم درويش؟ واضح ان فكرتك عن التعليم باظه خالص يا عم درويش. بعد اسم واحد ابوه بالمنظر ده عايزه ايه؟ يطلع صيدلي؟ الحمد لله ان انا ما طلعتش تاجر مخدرات كبير. النضيف نضيف لنفسه ومن جواه ملهاش دعوه بقى. ابوك بيعك ايه؟ امك بتغسل فين؟ ملهاش دعوه. انت ليه محسسني ان انت خريج مدارس رهبات يا عم درويش؟ يعني انت ما اتشققتش زمان؟ مفيش حد ما اتشققش يا ابني. النضيف بيتشقى والسوي بيتشقى. بس هي شعره لو سهيت عنها واتقطعت هتفضل سو طول عمرك. السلام على الحكم يا عم درويش. ده انت شكلك الشقيق جامد قبل ما تيجي الماكس. هل انت صحيح؟ انت منين اصلا يا عم درويش؟ اصل انا وعيت عليك لقيتك في وسطينا يعني. بس انا سالت ابويا قال ان عم درويش مش من حته اصلا. كنت في الدنيا. اه في الدنيا فين على الخريطه؟ انت هتفيشني انا؟ ما تشوف الزفت ده فين عشان نخلص من المصيبه اللي معانا دي. مش معاك نمرته؟ ما تكلمه. معايا نمرته عم درويش بس لقد نفذ رصيدكم. نفذ رصيدكم؟ ده انت ما بتكلمش ابوك يا معفن. ايه ده؟ ايه ده؟ في عم درويش؟ يظهر الموبايل بتاعي وقع مني واحنا بنجري. في الداهيه. فداك يا عم درويش. أنا هكون زي اللي راح.
دلوقتي الواد هيثم معفن هيجي ونستلقط لك منه حته اس 5 50 جنيه النظام على بيسة. بقول لك ايه، هو النهارده الواد ده هيسه ده هيبان ولا في البرطمان؟ هو لو عوق عن ساعه كمان يبقى نط في البرطمان، انما ظن يعني انه قبل كده هيبان. امان، حط لنا حلاوه على الكستبان. لا عيني، حلاوه على الكستبان وطلف البرطمان تتكلموا بالقافيه صياعه يعني. شوف يا كنيله في تفاهتكم. لازم برضه تعرف عم درويش كل محيط ولسانه. الولا هيثم معفن اهو. تعالى لا هيثم، تعالى تعالى هنا انا ما تخافش. ولا هيثم تعالى هنا انا ما تخافش. لا انا خايف. ما انا بقول لك ما تخافش اهو. على فكره انا فات فرهد ها ومش ناقص تلطيش، وعلى فكره المعلم بتاعك ده ايده تلاوي. لا خفت خالص اهو، شوف خفت خالص. بعدين انت في حمايتي ما تقلقش. ماشي عم درويش، عم اديله الامان. ماشي انا مش همد ايدي عليك، مع انك تستاهل تقطيع صدارك، فاهم؟ قول لي بقى البتاع ده سرقته منين؟ انا البتاع ده ما يخصنيش، ولا عمري مره شفته. ولا عمرك شفته قبل كده؟ اه. انا مال يعني مال يا عم درويش؟ وانا مال انا؟ مش انت مديله الامان؟ نطقه. ماشي نطقه. ماشي ماشي، انا حكيت له على كل حاجه. انت بتغابه هنا؟ جاي تتغابه هنا؟ انت سرقته مننا يا هيثم؟ ما انا سرقت حاجات كتيره ومش فاكر. ثواني يا عم درويش، ثواني يا عم درويش، هنفكر. ما تفتكر يا تفتكر يا هيثم. حاضر حاضر، انا شقطته من العربيه اللي كانت في البنزينه اللي قبل البوابات. شوف وحياة امك، شوف وحياة امك، ما حاسبك الليله دي غير لما تدلنا على السكه اللي رجعوا بيها المصيبه دي لاصحابها، والا وعهد الله. شوف وعهد الله وعهد الله. عم درويش بص كده، بص على ايه؟ على التلفزيون. وقد اعلنت وزيره الصحه الدكتوره ناديه ابو العزم في المؤتمر الصحفي ان خطه الوزاره في المرحله القادمه تتضمن افتتاح العديد من المراكز. دي طلعت وزيرة الصحة. وزيرة؟ أنا مالي يا عم درويش؟ وزيرة؟ أنا مالي أنا تبع عم درويش؟ ولا طبعا أنا مالي إلا وزيرة. وزيرة؟ مالي إلا وزيرة. وزيرة؟ أحيي أنا مالي إيه؟ وزيرة؟ بس تعرف هلا شهاب أكيد الجهاز ده مليان بلاوي بلاوي عشان الناس دي كلها تتسعر عليه. طب احنا نعمله ايه دلوقت؟ نروح نرجعه الجهاز للواد فيصل؟ ولا بقى ندوره على البلطجية ونرجعه لهم؟ ولا اقول لك احنا نروح نوديه في الداخلية وهم يتصرفوا براحتهم؟ لا داخلية، لا انا ما اروحش الداخلية برجليا. ليه يا عم درويش؟ يتلككولي على اي حاجة، وانا راجل كبير يا شاب، انا مش حمل بهدلة. خلاص يا عم درويش، احنا نرمي البتاع ده في اي داهية. أقول لك نرمي البحر. يا سلام يا جماله يا حلاوته، بركة في أمك يا حبيبي. اداهم اسمي وعنواني ورقم التليفون، وأكيد عرفوا الطريق لينا، وأكيد مش هيسيبونا في حالنا أبدا. الله، أنت بس اداها في وشنا ليه يا عم درويش؟ طب إحنا نعمله إيه دلوقتي؟ هو دلوقتي مفيش غير حل واحد بس. دلوقتي احنا الجهاز ده عارفينه بتاع مين. اه صح صح، نروح نرجعه لصاحبته. دي وزيره بقى، وزيره يعني هتأمننا كله يبقى تمام لما تعرف ان احنا ناس جدعان وناس امنا وجايبين لها الحاجه بتاعتها لحد عندها في الوزاره. مفيش حل غير كده، مفيش حل غير كده. اروح لوزيره في الوزاره؟ ده تجاهيه، خدلت دراعي بنومتك عليه. طول عمرك حنان يا عم درويش. المهم احنا هنركب لحد وزاره. احنا هنطلعوا الاول على الدقي، نغيروا ريقنا بشقتين فول كده فيهم الشفا. شقتين فول ايه بس يا عم درويش؟ ما تخلينا نقضي مشوارنا الاول، عايزين نروح فايقين. يلا على الدقي، يلا يلا يلا. ايه رايك بقى شويه فول؟ عجب عجب يعني مش قوي.
الفوله ناشفه والطحينه اخضر عيطها. اما ده احمد بالعبط. طب ماشي ارجع يا عم، خد يا عم فولك. بس بس يا عم درويش، ايه قلت؟ ما قلتش مش هاكل انا، هحلو مع الاكل. اوعى اوعى. ايه راح فين يا عم درويش؟ ازيك يا باشمهندس؟ اهلا. ازيك يا عم درويش؟ عاش من شافك. تعيش يا حبيبي، اخبارك انت ايه؟ كله تمام الحمد لله. ايه طلع الشركه عندنا ولا ايه؟ لا انا كنت ماشي جنبك كده لمحتك، قلت اجي اسلم. فيك الخير والله يا راجل. طيب فيك الخير. الله يخليك. طب ايه مش محتاج اي حاجه للسايبر؟ لا ان شاء الله السايبر هيبقى محتاج حاجات كتيره قوي الفتره اللي جايه، وان شاء الله طبعا يعني كل الخير. ماشي يا عم درويش، بس احنا اتطورنا قوي اهو ما شاء الله، يعني تابلت وحركات. لا لا مش بتاعي ده، امانه وحرضه لاصحابه. ماشي يا عم درويش، عموما لما تحتاج اي حاجه للسايبر شيل من دماغك موضوع الفلوس، يعني مكانك ده العاش يا حبيبي. ده العاش مكانك يا عم درويش. بعد اذنك. بعد اذنك. اتفضل يا باشمهندس. ايه ده يا عم درويش؟ ها؟ ايه؟ بقول لك مين الراجل اللي انت سبتني انا ورحت وقفت معاه؟ ايه سبتك انت يعني؟ ايه سبتك انت؟ ده الباشمهندس طارق اللي بنشيله منه برامج الحمايه بتاعت السايبر، فهمت؟ يا ابني انت فاهم ايه يا عم درويش؟ طب احنا في ايه ولا في ايه؟ طب ما خلص المصيبه اللي احنا معانا الاول دي وبعد كده نسلم على المعارف بقى. اكلت؟ لا لسه. لسه؟ طب الحمد لله. يلا الحمد لله. يلا الحمد لله. يلا بس الحمد لله. ايه ليه؟ يلا ليه طيب ليه؟ دي وزارة السياحة يا باشا. ألف شكر. ايه مش هتيجي معايا ولا ايه؟ هاجي معاك ليه؟ أنا مش طموح أقابل وزراء يعني. خايف من ايه يا هلا؟ ما تيجي معايا. هاجي معاك ليه يا عم درويش؟ بس سلمني عليها انا، خلي بالك من نفسك. وانت بقى لو خرجت سليمه بعد عليا، انا اقعد فاستناك في اي قهوه. لا لا الا الله محمد رسول الله. ده ايه النزاله دي؟ ده انت ما سبتش حاجه من ابوك. روح روح. ايه ايه ايه؟ انا فين يا حضرتك؟ عايز اقابل معالي الوزيره. اتكل على الله. اعمل معروف. بس انا معايا امانه تخص الوزيره يعني. نعم؟ زي ما بقول لك يعني، معايا امانه تخص الوزيره. وهي بقى هي الامانه دي ان شاء الله؟ وانا لما اديها الامانه هبقى احكي لها الحكايه يعني. ده على اساس ان معالي الوزيره عيني فاضيه تسمع حكايتي. اتكل على الله لو سمحت. اخليه المدخل يا حسين. يا عم اعمل معروف يا عم، اعمل معروف. تمام يا فندم علم. لو سمحت اتكل على الله بعد اذنك. اعمل معروف. يلا لو سمحت. ايوه اعمل معروف. اتفضل يا عم. اعمل معروف يا عم. اتفضل لو سمحت. ايوه يا سمحت. لا اله الا الله. يا معالي الوزيرة، يا معالي الوزيرة، يا دكتورة، يا دكتورة. وقف، رجع بقى شوية بس. خش زوم بس. هو ده الراجل ده انا عايزه. اللي هو ده انا حفيت على بال ما لقيت له الوظيفة دي في السير، اللي هو يعني يقطع تذاكر وكده. وبعدين لقيته جاي لي وبيقول لي يا بابا
انا عندي طموح. قال ايه بسلامته عايز يركب فيسبة ويوزع الاكل اللي هو من المطاعم للبيوت. لا مؤاخذه باشا انا دوشت سيادتك بس يعني او بفضفض معاك من غلبي. وقد اعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي ان المشتبه به كان يحوم حول مقر وزارة الصحة قبل التفجير بدقائق، وتم التقاط صورته من خلال كاميرات المراقبة وهو يقوم بعملية التفجير، وجاري البحث عنه حاليا. يا ده تعرفه ده يا باشا؟ عرفه. ايه اللي عرفه؟ هادي القرف. ايه مالك يا فهيم؟ النت الصحفية المعفنة دي مفيش فايدة فيها. ايه انت مش سجنتها العظمة اللي كانت طلعانة فيها؟ هي عظمة واحدة بس سعادتك، ده انا رميلها شوية العظمة. بس هنعمل ايه؟ يعني ماسكة في العظمة ببقها ولسه بتهوهو، ده احنا عاملين عندهم اعلانات اكتر من 500,000 جنيه في السنة. وريني يا سيدي، وريني الخبر. لا مش ده سعادتك، ده اللي فوق ده. اقف. خير يا باشا؟ في ايه؟ فاهم نجيلي كل مواعيد النهارده. وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المشتبه به كان يحوم حول مقر وزارة الصحة قبل التفجير بدقائق، وتم التقاط صورته من خلال كاميرات المراقبة وهو يقوم بعملية التفجير. وجاري شفتي قعدتي تفكريني بالإنفيتيشنز دي كم مرة؟ برضو نسيتها. يا ماما مركزة في إيه قوي كده يا ماما؟ حضرتك شايف ان دي عملية ارهابية منظمة ومن جهة معينة، ولا ممكن اعتبارها حدث ارهابي عشوائي؟ عشوائي؟ عشوائي ازاي؟ دي وزيرة واكيد مستهدفة، واكيد المشتبه فيه اللي بتدور عليه وزارة الداخلية مجرد اداة للتنفيذ. ده الدنيا مقلوبة على الحادثة دي. طيب يهمنا نذكر السادة المواطنين ببيان وزارة الداخلية اللي نشرت فيه صور المشتبه الاول في عملية التفجير بعد ما لقطته كاميرات المراقبة بمحيط الوزارة. ده عم درويش. نعم اهو يا ماما. عم درويش ده انت تعرف الراجل ده يا طارق؟ طبعا. تعرفه من امتى؟ انا من زمان يا ماما، من 5-6 سنين، ده من اول ما فتحت الشركه تقريبا. بس مش ممكن يكون هو اللي ورا الحادثه دي، ده راجل طيب وغلبان جدا. انت تعرفه منين اصلا؟ مش شغل يا ماما، الراجل عنده سايبر في اسكندريه. اول مره جالي كان جاي ياخد مني سويتش وكابلات وسوفت ويرز، وبعد كده بقى يعدي من وقت للتاني ياخد حاجه يسلم. لكن لسه عندي النهارده الصبح. ايه؟ في حاجة غلط يا مانو، مش مصدق الكلام ده. مستحيل عم درويش يعمل كده. وقد اعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي ان المشتبه واضح ان الداخلية شايفة شغلها كويس قوي. ربنا يعينهم. وتم التقاط خلال كاميرات المراقبة وهو في عملية التفجير. حبيبتي باباك يكلمك. رديت عليه؟ لا ما لحقتش، عمل ما طلعت الموبايل من الشنطه كان هو قافل، بس قلت بقى انت تتصل بيه احسن. هيا بابا لسه في العمليات، ما اعرفش حاجه. لا لسه ما حدش قال اي حاجه. انا مش كويسه. هو انت هتيجي امتى؟ ماشي حاضر حاضر حاضر، هبقى اطمنك. اكيد غصب عنه. هو دايما غصب عنه على فكره، دايما دايما جدول عملياته مشغول، دايما الجامعه ما بتقدرش تستغنى عنه، دايما في مشكله في تذاكر الطيران. ايه الجديد يعني؟ ماما بتموت.
عادي يعني عادي. ما تقسيش عليه كده يا بنتي، باباكي مرات زمان كتير ومسؤول عن ارواح ناس، ومش معقول هيسيب عمليات وينزل فجأة كده. واللي من الحياة والموت دي ملهاش حق عليه ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقدم كريم زلط امن وطن. مش مهندس انا اهلا صح؟ ايوه. وحضرتك اكيد دكتور منتصر الالفي مساعد الوزير. مظبوط يا ابني. انا مش هاخد من وقتكم كتير، هما كام سؤال محتاج اجاباتكم عليها عشان نبدا نتحرك بسرعه. حضرتك عندك اي فكره اذا كانت وصلت تهديدات لسياده الوزيره في الفتره اللي فاتت بشكل مباشر او غير مباشر؟ نعم. ايه يا فندم، السؤال مش واضح، اعيده تاني. هو انت هنا بتعمل ايه؟ يعني ايه بعمل ايه؟ بشوف شغلي. انت جاي تشوف شغلك دلوقتي؟ شغلك ده كان المفروض تشوفه قبل الحادثه. انتوا المفروض موجودين عشان تامنوها، مش تستنوا لما المصيبه تحصل وبعدين تبتدوا تفوقوا وتشوفوا شغلكم. حضرتك فاهمه غلط، التامين ده اداره حراسات، ده مش موضوعي خالص. انا مسؤوليتي ان انا ادور على العمل كده واجيبه. ايوه يعني اللي عمل كده موجود هنا دلوقتي؟ انا مش فاهمه انت هنا بتعمل ايه، مش قادر افهم انا. انت بتكلميني كده ليه؟ شكلي مش عاجبك مثلا؟ اروح واجيب واحد كبير يكلمك ولا ايه؟ بيتهيألي يا فندم ان الوقت مش مناسب ابدا ان احنا نتكلم في حاجه زي كده. ست الوزيره في العمليات واحنا كلنا على اعصابنا. مين حضرتك؟ انا حازم درغام جوز مدام نهله، وبطالب حضرتك بمنتهى الهدوء ان احنا ناجل التحقيقات دلوقتي. ناجل التحقيقات؟ وتقولوا علينا بقى مش شايفين شغلنا صح؟ لا ده انت مش طبيعي فعلا. مش طبيعي عشان عايز اشوف شغلي؟ يا ابني احنا مقدرين تعبك ومجهودك جدا جدا، بس يا ريت تراعي برضو الظرف اللي احنا موجودين فيه، واذا كنت عاوز تعرف اي حاجه اجي مع سعادتك اي مكان واسالني وانا اجاوبك بمنتهى الصراحه. بس يا ريت يا ابني تسيب الاستاذه نهله شويه لغايه ما تعدي الظرف اللي هي فيه، وميتها تقوم بالسلامه. استنى مال مستنى. ده يا فندم الكارت بتاعي، يا ريت حضرتك لما تفوقي كلميني. الله. لا لا معلش. يعني ايه معلش؟ انت مش شايف عملت ايه؟ تعال معايا حضرتك، تعال معايا حضرتك. استغفر الله العظيم. بعد اذنك، بعد اذنك. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم، اتفضل. استنى بقى يا عم درويش، مش مهم الزفت الباقي، اخلص. طب انا عايز انا هاخده، اخلص. اللهم في ايه يا عم درويش؟ اجري. في ايه؟ يا عم درويش؟ اجري. ايه؟ طب كنا خدنا الباقي. استغفر الله العظيم، اركب بقى. لا يا عم درويش. اركب. اركب ايه بس؟ يا عم درويش. بسرعه دلوقتي ونتقابل عند محطة السيدة. السيدة مين؟ السيدة زينب. Yeah.
ولا شهاب. الله، انت مين يا عم درويش؟ ايه ده؟ انت لابس كيس ازاي؟ هلا انت عبيط هلا ولا بتستعبط؟ هلا عبيط ولا بتستعبط؟ اشتغلت هنا؟ الست مطغم غريب يعني اهو عم درويش، جبته منين ده؟ بدلته مع واحد غلبان كده واديته اللي فيه القسمه. الغلبان ده رضى يديك النضاره بتاعته؟ انت مال اهلك؟ انت مال اهلك انت؟ خلاص طيب مال اهلك انت بتسال ليه؟ معلش هتتذاكى عليا؟ لا مش قصدي. جبت اللي قلت لك عليه؟ عيب عليك يا عم درويش. ادي المعجون والفرشه وادي بقى مكان الحلاقة. يلا 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 ماشي. اجري ده حصل. حلو قوي يا عم درويش. هات عنك 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 يا عم. شجع عدل شجع عدل. خلاص هي الحته اللي تحت دي قربت خلصوا خلصت. نعيما يا عم درويش. الله ينعم عليك. صلى الله عم درويش. يا عم العظيم انا مش مصدق مش مصدق اننا نفدنا من كل المصايب دي. احنا عملناها ازاي دي؟ زحمه سطرة يا شاب. لو عايز تدانا من الناس اتفس نفسك وسط الناس. الله الله عم درويش. النعمه العظيمه بتقول حكم. يا سلام. اه والله. طب المفروض بقى بعد الحكمه دي هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. كده خلاص وانت تتكل على الله بقى على اسكندريه. هنزل اسكندريه؟ اه. طب وانت؟ انا بقى ربنا سبحانه وتعالى تولاني برعايته. انت بس لو تسمع كلامه وتروح الداخليه هتحس بالامان بدل بقى العوق واللبش واللذي كله. قلت لك انا مش عايز اروح الداخليه يا شهاب. ليه يا عم درويش؟ انا حر يا عم. انت هتعمل لي فيها ايه؟ هتعمل لي فيها نيقه؟ مش عايز اروح الداخليه. اوعى تروح الداخليه. بتضايق لما حد يجيب لي سيره الداخليه. خلاص ما انا حر يا اخي. انا مش عايز اروح الداخليه يا اخي. مش عايز اروح الداخليه يا شباب. بلاش دي وحش. كل مره تقول روح الداخليه اقول لك مش عايز اروح الداخليه. تروح الداخليه مش عايز اروح. خلاص يا شباب. خلاص يا عم درويش. ما تروحش الداخليه. خلاص. ما تروحش. معاك فلوس؟ مستوره. امسك دول. لا يا عم درويش انت الوقت راجل مطارد والحاجات دي بتصرف. ايه؟ امسك دول. ماشي ماشي. كام دول؟ كام دول؟ لا خلاص. طب وانا هطمن عليك ازاي؟ افتح التلفزيون اتفرج على برنامج لميس الحديدي. لو ما جابتش سيرتي ابقى انا سليم وفل الفل وتمام التمام. وانا هستنى بقى لما اتفرج على الاستاذه لميس الحديدي. طب افرض ما جاتش في يوم واجزت من برنامج قال انا لا يا عم درويش. خد امسك ده. ايه ده؟ ده موبايل بالخط والنمره مزيكا. يا سلام. في ثلاث ستات ورا بعض. ايه والله. جبته منين ده؟ ما تظلمنيش يا عم درويش، ده سرقته. انا السرقه دي بتكرف دمك. انا ما جاتلكش عايزها بالسرقه دي. الحاجات دي بتجيب مصايب بعد كده. كسها اللي خدته كده عم درويش. وبعدين دوكا كان مسروق من بني ادم، انما ده مسروق من منبع نفسه. اه مؤسسه حلال يعني. اه عم درويش خد والله هينفع. استغفر الله العظيم من كل ذنب. لا توحشنا عم درويش. يلا قول انت بالسلامه. اتكل على الله. والله ما عايز اسيبك يا عم درويش. لا 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 الله محمد رسول الله. ما تنساش ترجع المرايه المسروقه من العربيه اللي خدتها منها. يعني اتمسك وانا برجعها؟ امسك وانت بترجعها. يلا اتكل على الله. ماشي. طابين على الزين بولس. تحب اساعد حضرتك في حاجه؟ مدام لينا موجوده. موجوده فوق في مكتبها. تحب ابلغها بحاجه؟
هطلع لها. تصدق كنت حاسه انك جاي. احساسك عمره ما خانك، زي الزمن برضه ما خانكيش زي ما انتي. اكيد جاي عشان اللي حصل. لا، عشان اللي هيحصل. مش هينفع نتكلم هنا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. المقدم كريم زلط من فضلك. بس استاذنك الاي دي من فضلك. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا فندم. أنا آسف. تفضلي. مهم تكوني اطمنتي على صحة معاليها، تحت أمرك. في الحقيقة أنا جاي أتكلم مع حضرتك بخصوص حاجات غريبة حصلت امبارح. بيتهيألي إنها ليها علاقة للي حصل بماما. أنا طبعًا لازم أسمعك وأسمعك، بس قبل ما أسمعك لازم اقول لحضرتك ان احنا كنا بنشوف شغلنا. والله انا ما كان قصدي. احنا في ظرف 6 ساعات قدرنا نوصل للي عمل كده. كل اللي كان تحت ايدينا مجرد صوره طبقناها بكل الصور اللي محفوظه عندنا في السيستم واشتغلنا عليها باحدث البرامج. اكتشفنا ان صاحب الصوره دي هو نفسه ده. مين ده؟ درويش عبد ربه الكتيان. كان عضو ناشط في جماعه التكفير والهجره. واتسجن سنه 74. أخذ عفو رئاسي سنة 77 وانضم للجماعة الإسلامية سنة 79 وكان عضو مؤسس في الخلية اللي اغتالت الرئيس السادات الله يرحمه في أكتوبر 81. اتحكم عليه بالمؤبد وهرب من السجن سنة 91 في ملابسات غامضة، ومن ساعتها محدش قدر يوصل له. أنا ما شفتوش غير مرة واحدة بعد ما هرب من السجن من أكتر من 20 سنة. وليه ما قلتليش ساعتها؟ كنت هقولك إزاي. انت ما كان لكش مكان، انت اختفيت. ما انا كنت فاكر انه مات، ما عرفش انه لسه عايش. وانا كان كل همي ابعده عن حياتي وحياة طارق. اللي بينك وبينه انا ماليش دعوه. لا، ده مصلحتنا احنا الاثنين، لازم نلاقيه قبل ما نسمع وصلناه. هنعمل ايه يعني؟ اي حاجه، نعمل اي حاجه، المهم الاول احنا اللي نوصل. السلام عليكم. الله يسهل لك يا حاج. الله يسهلنا كلنا يا ابني. هو فين صاحب محل البقاله ده؟ يوه، امسك يا حاج. امسك ايه؟ ده كرتاس تحط فيه 3-4 بيضات وتتوكل على الله كده واسمع جمال خطوتك. يا ابني يا ناقصه بيض يا ابني، ناقصه بيض. بقول لك انا عايز صاحب المحل ده. يا حاج قدام النهارده بيت، مش لازم الفلامنك. طب اقول له ايه ده؟ اقول له انا عايز ماهر الدخش. ماهر الدخش؟ مين اللي بينده عليا؟ انا. انت مين؟ درويش، يخرب بيتك. لا، ما اتخرب خلاص. وزيره، راح تفجر وزيره. ما تخافش. ده بتاع ايه؟ هو بتاع كده، جوز بنتي. لما انت جوز بنته بتحلو نروح من الصبح ليه يعني؟ انا شرفني اللي انت صاحبه الانتيخ، مش جايز تكون مخبر؟ جايز يكون مخبر، ده منظر مخبر برضه. معلش، ما ده لو فكر بيطلع غازات. بتاح وبتاع بيض، انت بتعمل في بيتك كده ليه يا ماهر؟ معلش تعال بولا، يبقى في المحل هو تنسى مفاتيح جوزها كل مره. حاضر. اهلا اهلا. نور اخويا. طبعا انت عارف انك لو حلفت بقى بنات المسلمين كلها على ان اللي بتقوله ده حصل فعلا محدش هيصدقك. المهم يا ماهر، انت مصدقني ولا لا؟ عاوز رد بامانه ولا كلام الاصحاب لبعضيكم؟ يا ماهر، معقول يعني انا افجر وزيره؟ طب ليه يا ماهر؟ انت عارف ان انت من يوم ما هربتني من السجن
وانا بعيد عن العوق بالمشوار. يا راجل ده انا ما رضيتش احضر فرح بيتك معجزه عشان ما تطلتش في اي حد من المخبرين اللي بيتحنجلوا حواليك. انت فاكر ان انا ناسيها لك؟ ده حتى معجزه اتقهرت وفضلت كاتمه في نفسها طول الفرح، كان يوم اسود على بتاح. بتاح ايه يا عم ماهر؟ يا عم ماهر الله يسيئك، ركز معايا يا عم، ركز معايا يا عم معروف. ماشي، كلت بعقلي حلاوه. انت جاي لي ليه؟ شوف يا ماهر، انا عارف ان انت قتال قتله وقلبك ميت. انا شخصيه وسخه. وانا بقولها لك بصراحه، انا مراكبي في اسكندريه اتحرقت خلاص، ومليش اي حد في مصر اعرفه ممكن يساعدني غيرك انت مال. جالنا لقمتين العشاء وشربنا عليهم ميه. امرني. عايز ايه؟ شوف يا ماهر، انا عرفت من التلفزيون والاخبار ان بعد الشقلطه اللي حصلت للوزيره دي وكل التفجير اللي حصل ده، ان الست لسه عايشه وفيها الروح. شغل هو ايه؟ انا بقى فرصتي الوحيده ان اوصل لها. هي بقى لو اقتنعت ان الجهاز ده جالي مسروق وان انا يا ستي جاي عشان ارجعهولك اهو، ساعتها بس هتتاكد وتعرف ان انا ماليش اي يد ولا اي دخل في اللي جرى لها. ماشي؟ ساعتها بقى هتأمنني من الداخليه وتأمنني من التيران اللي طلعوا ورايا في اسكندريه واللي معرفش مين اللي تابوهم ايه. مالك يا ماهر عمال تتلهوى في ايه يا ماهر؟ مزنوق مكسوف منك، عايز افك حصر. صح، اما قوم فك حصر، قوم ما احنا قاعدين. معلش تعالي، خش حط لعمك، خش يا ولا. ليك وحشه والله يا عم درويش. الله يخليك يا معجزه. ايه ده ما شاء الله، ابنك؟ امال ابن خالتي؟ ده ابني نزار. مين؟ نزار. نزار؟ ما شاء الله، بتاح اتجوز معجزه وخلفه نزار، ما شاء الله. لله الامر من قبل ومن بعد. ايه ده؟ ده موبايلك يا عم درويش. صحيح. ايه يا ولا شهاب؟ الله عليك يا عم درويش، ده انت حافظ نمرتها اهو. ايه حافظ نمرتك؟ خطبت هلا؟ لا اصل انت يعني رديت عليها على طول بالاسم. يا ابني هو في حد عارف النمره دي غيرك؟ وصلت اسكندريه؟ انا لسه غارز رجلي في الرمل الزعفران حالا. المهم طمني عليك، قبضوا عليك ولا لسه؟ سفخص على ملافظك، سفخص على ملافظك. يعني انت لسه حر طليق. ماشي يا عم درويش، وبطمني عليك، اصل انا يعني رصيدي ما يستحملش مكالمات كتير. وانت بسم الله ما شاء الله رصيدك على قلبك قد كده، انت راجل مطارد ومعاك رصيد. بعز يا عم درويش، عارف انا لو قدامك دلوقتي هتظرفني يا فهيم. والنعمه العظيمه وحشني. وحشني تلطيشك كمان. ماشي، لا اله الا الله. حلو قوي، يعني انت عايز توصل للست الوزيره صح؟ صح يا مال. ومش قادر تهبط لغايه ما بسلامتها تخرج من المستشفى. بونو بونو ايه يا مال؟ اهبط ايه واستنى ايه؟ مش عايز استنى طبعا. انا في سبق يا مال، سبق. أنا لو البوليس وصل لي وجابني قبل ما أوصل للست الوزيرة محدش هيصدقني، وأنت عارف بقى الجديد هيجيب القديم، وأنت فاهم. بما إني بفهمها وهي طايرة، أنت كده عاوز تخش للست دي المستشفى مش كده؟ الله ينور عليك. للأسف مش بتاعتي. أنت كده بتخبط على الباب الغلط يا درويش. ليه بقى؟ مش سكتها صاحبي. انا اخري في الموضوع دوت ان انا رايح الست دي من بلاوي الدنيا واخليها تقابل وجه رب كريم، انما عشان ادخلك مستشفى عليها حراسه وامن عشان تقعد تأنسها وتجالسها مش سكتي. بس الامانه في ناس سكتها دي. ناس زي مين؟ نفكر. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما انا عارف ايه اللي بيحصل لي ده يا اخي. قضيت 20 سنة من عمري منسي، وبعد السنين دي كلها تجيلي بلوى. بلوى ماليش دعوة بيها خالص. تقلب عليا القديم والجديد.
ايه ده بس؟ ربك غفور رحيم. دلوقتي انت محتاج لموضوعك ده خريطة. يعني ايه؟ يعني عايزين عيل ابن قرود يكون دايس المستشفى وعارف دهاليزها وبهاريزها. يوصلنا لغاية عتبة أوضة الوزيرة. ما تقلقش، أنا هعسعس كده وبإذنك يا رب هجيب لك اللي يودينا. ما تقلقش، حبايبنا كتير وإن شاء الله هنلاقي. معرفش ألاقي الواد حسن الحن صاحي دلوقتي ولا إيه. مين؟ حسن الحن. الحن؟ عيل إيه؟ حسن الحن؟ آه ما شاء الله. تقفلين بسرعة بسرعة. ايه السلام عليكم يا عمونا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جبت لك قرار المستشفى. ايه طمني. ابقى بغشك لو طمنتك يا درويش. ليه كده بس؟ انا قاعد بتسددها في وشي كده ليه؟ مش القصد، بس المستشفى ليها نظام صعب قوي يا اخي. طقم امن 30 نفر وزياده، كاميرات مراقبه، حتى الزياره بالثانيه، واللي يخش لازم يسيب بطاقته مع الامن. خي على كده. طب ما ينفعش اخش على اني دكتور؟ فكرت فيها، ما فاتتنيش. اكتشفت ان الدكاتره والممرضين لازم عشان يخشوا معاهم كروت خاصه كده، عامله زي بتاعه المترو. اه يحطوها لمؤاخذه في حته، ينفذوا بقى من البوابات اللي تعديهم على الحتت الحساسه اللي هي زي الطوارئ، العمليات، الرعايه المركزه. طب وبعدين يا ماهر؟ وبعدين أكيد لازم يبقى في حل يا ماهر. شوف، أنا لازم أقابل الوزيرة دي بأي طريقة ماهر، لازم أقابلها. كنت عارف إنك عينة دي ومش هتفوتها. شوف، موضوع دخولك المستشفى ده مش هينجدنا منه غير الفرس الطائر. الفرس الإيه؟ الطائر. غزال الوديان، ساحرة الصحراء، سيدة المهام المستحيلة، نرجس الرمش. هلو حضرتك دكتور هنا هوت؟ انا هوت؟ انا دكتور هنا هوت. حلو قوي. وايه اللي حلو؟ انت اللي حلو. لا يا ستي، الله مالك؟ ايه قلبي وجعني، عايزك تكشف عليا كشف. الله، ايه يا ستي المسخره دي؟ الله، ما تحترمي نفسك. لا ده انا محترمه قوي. الحقوني يا ناس، انتوا فين يا بتوع التحرش الجماعي يا استاذه ريهام؟ الله، في ايه يا ست؟ الله، وانا جيت جنبك. اللي حصل؟ عامل نفسه دكتور وقال ايه عايز يكشف عليا في الشارع. ايه اللي في الادب دي؟ اقسم بالله ما عملت حاجه. دلوقتي ما عملتش حاجه، ومن شويه تقول لي ما حدش هيغتني وان الرجاله خلصوا من البلد. ده انت كده عايز تتربى. ايوه اضربوه وربوه. ايوه اوعى. ده حقي؟ ده حقي.
سادة اللي سماكي سيدة الأقمار السوداء. أها بكمية دخول المستشفى والكارت كمان اللي بتخش بيه بوابة غرفة الإنعاش وعلي شعار المستشفى. يعني أنت مبسوط كده مني يا أبو احترم؟ والله ما عارف أشكرك قد إيه يا ست نرجس، بس أنا عندي سؤال واحد من غير مؤاخذة يعني. اتفضل. يعني هو أنت تخصص نشل ولا جامع الدول قديم ولا إيه يعني؟ بص يا معلم، خفة اليد ما تطلعش غير مع الذئب البشري المفترس. يا عيني. لكن الذئب المستأنس بيدفع من غير مشاكل. يا سيدي يا سيدي. كده كرنيهك معاك والبلطو جاهز. لو عاوزنا نركب لك سماعه كمان نركب لك. قلت ايه؟ استنى بس، استنى بس شويه. ايه ده؟ ايه؟ انا هخش بالكارت ده ازاي؟ ايه ما دفعتش الاشتراك؟ ايه انا ايه يا مان؟ انت مزنوق ولا ايه؟ لا لا. عايز فك؟ لا. امال ايه بس ايه اللي انت كمان؟ بقول لك اخش بيه ازاي ده؟ ماله؟ في صوره عليه صوره. اوبا اوبا. اخبار التاتش ايه؟ تسلمي لي يا روح عمي. ممكن يا عمو لو سمحت ترسم لي فيلم بزلومه على وشي؟ يا دين النبي. انت فين يا راجل؟ والله ليك وحشه. ايوه انا راجل عجوز. انا مش مصدق نفسي. انت فلتت ازاي؟ لا انا ما فلتتش، بس الخدمه اللي انا جاي لك فيها هي اللي هتفلتني. يبقى الموضوع عاوز قعده. عايز قعده. قلت يا تاتش، من حيث المبدا انا عناية ليك. هو صحيح جرنيها فرنجي، بس بعون الله ما ياخدش في ايديا ساعتين ثلاثه. ربنا يبارك لنا في صوابعك يا تاتش. يعني نستلموه على الفجر كده؟ من حيث النظريه ممكن، لكن من حيث التطبيق في مشكله. مشكله ايه يا تاتش؟ العده بتاعت الشغل متحرزه. متحرزه؟ انا اللي فاهمه ان الحكومه شايله عينها عنك يجي اكتر من 10 سنين. ما هي مش الحكومه اللي محرزاها. امال مين؟ اللانيا من الحكومه، مراتي. ثانية واحدة، ثانية واحدة. أنت يا دكتور عايز تفهمني إن اللي حقن الوزيرة حقنها من فلاكسيديل عشان يجي لها هبوط في الدورة الدموية فتموت، صح؟ صح. وده مش مجرد استنتاج، أنا فعلاً عملت لها تحاليل وتأكدت. طب وليه اللي حقنها ما حقنهاش بسم صريح؟ سيانيد مثلاً. كانت ممكن تموت في ظرف 5 ثواني، ليه عايز يحقنها بحاجة ممكن تتلحق؟ مش عارف. بس اعتقد انه كان فاكر ان انا ممكن ما نلحقهاش. مش عارف، انت مش عارف. اي سم صريح بيبقى ليه اعراض جانبيه. لكن اللي عملها كان عايز يبين انها ماتت موتة ربنا ما اتقتلتش. عارف ده معناه ايه؟ ايه؟ ان اللي عملها هنا في المستشفى. لانه لو كان من بره المستشفى كان زمانه حقنها وطار وحلني بقى لحد ما يعرف يجيبه. شفت كل التفريغات بتاع كل الكاميرات. اللي عملها دكتور او ممرضه صح؟ للاسف الكاميرا الاعلانيه المركزه كانت عطلانه. ايه؟ ايه يا كريم عطلانه؟ يعني ايه؟ يعني ايه عطلانه يعني؟ يعني ايه عطلانه؟ تهدى تهدى يعني ايه؟ لا ده كل دكاتره المستشفى وشفت الليل كله بممرضينها بعمالها هيبقوا عندي النهارده بما فيهم انت. انا؟ معلش يا دكتور هو عصبي شويه بس ده من ضغط الشغل. المهم حضرتك ما تاخرش النهارده على التحقيق. تحقيق؟ انا هفهمك على كل حاجه يا ست عفيف. بقى انا يعني مورود ورطه ما يعلم بها الا ربنا، والورطه دي ما حدش هيفكني منها غير خليفه. مش معنى انه بيعمل كده يعني انه هيفسد توبته، بالعكس ده بيعمل خير. طب ايه يا اخويا اللي انت بتتكلم عنه؟ اياكش يكون مفهمك ان انا حيش عنه العده عشان خاطر يتوب. الله، امال ايه؟ اخ منك اخ، مفيش فايده فيه، هتفضل طول عمرك كده، هتعيش ملاوه وتموت ملاوه. الله، ما تفهمونا يا اخوانا ايه العباره. انا يا اخويا هفهمكم وهخليكم شهداء عليه. الراجل صاحبك ده مش عايز يضرب لي جواز سفر وتاشيره السعوديه عشان ازور بيها بيت ربنا. يا وليه انت فاكره ان العمره دي تاشيره وجواز وخلاص؟ دي عايزه فلوس ياما،
مش اقل من 10-15 ألف جنيه، ولا عاوزين اضرب لك ريالات كمان؟ هو احنا اللي هنقوله هنعيده تاني؟ ما انا قلت لك انا محوشه 5000 جنيه ومش عايزه منك غير 5 زيهم. يا راجل يا راجل يا مفتري، زكي عن ملك الحرام بدل ما تجمعهم حطب يشويك في نار جهنم. بس ثانيه واحده ثانيه واحده، يعني انت دلوقتي مش عايزه تفرجي عن العده غير لما خليفه يضرب لك الباسبور ويضرب لك تاشيره عمره، صح؟ امال ازور بيت ربنا ازاي؟ وبيني وبينك يا اخويا ده انا ليا ورق في الحكومه فيه يجي 30 سابقه. 30 سابقه؟ يا سلام، هذه الناس اللي بتعمل تاريخ. 30 قضايا مش انت تشهود الحقيقه هادم. طب يعني حل المساله دي 5000 جنيه صح؟ وجواز سفر عليه تاشيره السعوديه. ماشي، اذا كان على 5000 جنيه انا بكره الصبح يكونوا عندك ال 5000 جنيه. انا مش هدفع حاجه يا عم، دي لو راحت السعوديه هتفضحنا وتتقفش. يا ست روحي السيده نفيسه، السيده زينب، سيدنا الحسين، روحي مدان الحجاز لف لفتين تمشي. يا راجل يا جاهل يا امي، ده كل ده بدعه. وتقول لك بدعه بعدين؟ انت مش هتدفع حاجه، انت مش هتدفع اي حاجه. وانت بقى وانت عشان خاطري، يعني عشان خاطري تفرجينا عن العده بقى عشان الدنيا تمشي. خلاص اذا كنت انت هتديني الفلوس هاخد كلامك ثقه. استبينا بالاذن بقى. انا اتفضلي. بقول لك يا درويش، اوعى تكون بتضحك على الوليه دي، دي لبش. ال 30 سابقه اللي عندها نصهم حيازه سلاح والنص التاني عاهه مستديمه. انت بتخوفني يعني ولا ايه؟ براها مال في ايه؟ الفلوس هتبقى عنها، هتبقى بكره الصبح موجوده. يا جدع انت هتلعب امي ليه على الناس؟ تقول لي 30 سنه وعاهه مستديمه؟ ناقص انا عاهه مستديمه؟ الصبح الفلوس تبقى موجوده يا ماهر. خلاص معلش. الو، ايوه انا شهاب. عم درويش وحشنا قوي والله، والله البحر عايزين من غيرك. بطل ام الهاتش ده بقى، بطل الهاتش ده وخليك معايا في المشوار المهم اللي هقول لك عليه. رقبتي. انت تطلع على السايبر، تخش جوه المكتب بتاعي، درج اليمين تفتحه، في نسخه من مفاتيح البيت. تاخد المفتاح وتطلع البيت على طول، تفتح تخش اوضه النوم عندي، دولاب الهدوم الضرفه اليمين تفتحها، تحت الغسيل في فلوس. بقول لك ايه، 15000 جنيه، 15000 جنيه تاخدهم وتنزل بيهم على البوصه، تعمل حواله بريديه، باسم السيد خليفه منصور ابو دنيا. ابو دنيا؟ لا مش الصبح، بلاش المراوح اللي على قلب اهلك دي. ماشي. البوسطة فاتحة لغاية الساعة 9 بالليل. خلص مشوارك واديني التمام. تمام يا عم درويش. سلام اخويا، سلام. سلام. منصور ابو دنيا. الله. ايه لزوم ال 15 واحنا كل اللي محتاجينه 5؟ يعني احنا المشوار اللي احنا فيه ده مش لازم له هم هو اخر ولا ايه؟ اه صح. بقول لك يا خليفة، بكرة الصبح ان شاء الله هيجوا ال 15000 جنيه. تدي الست الطهرة دي 5000 والعشر تلاف التانيين ترجعهم لي، ماشي؟ سلام من غير ما يضربوا، ماشي يا خليفة؟ حض الله. عمر مقبول. ربنا يستر. انت قدها وقدود، ثم انت متنكر. متنكر؟ بالك انت يعني حتة الموكيت اللي انا حطيتها فوق راسي دي بتعتبرها متنكر؟ طب والله العظيم عامله فرق. مش كده؟ اسالني انا. اتكل على الله يا دكتور، ما تقلقش. ما تقلقش ازاي بس؟ وانا رايح برجليا للست اللي متهمني بقتلها. ويا عالم، يا عالم هعرف اوصل لها ولا لا؟ ولو وصلت لها هتسمعني ولا لا؟ ولو سمعتني هتصدقني ولا لا؟ كله قلق في قلق في قلق،
يا رب استرها يا رب. استنى عندك في المستشفى حضرتك جديد معانا؟ جديد معاك؟ انا يا ابني الدكتور حمدي اشرف ابو سريع استاذ امراض البنك شوم شانسون جامعه سكانسون. ده انا سايب مؤتمر عالمي كبير في زنزبار عشان اجي اتابع حاله معالي الوزيره. تقول لي جاي جديد؟ ده انا بنيت المستشفى دي على كتافي يا ابني. انت اسمك ايه؟ انا اسف دكتور حمدي، اللي معرفك يجالك. اتفضل دكتور حمدي، اتفضل. الجديد قال سلام على بني آدم ما يسويش نفخة. اسم الله على معاليكي. معلش أنا جاي لحضرتك كلمتين بس مضطر، يعني مضطر وماشي على طول، بس مش عارف، يعني مش عارف. طب اصحيك ازاي وانا مش معقول، يعني مش معقول يعني ادخل واخرج كده من غير ما اكلم عليك؟ ده انا عامل جنايتين لحد دلوقتي عشان اوصل لك. النبي تصحصحي كده وتفوقي شويه. حياه النبي يا شيخ. يا ست الكل يا دكتورة ما عليكي يا رب. ها يا ست هوبا هوبا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هتفوقي بربنا والله العظيم، هتبقي زي الفل. وردة منورة، وردة منورة. انا معايا حاجة عايز ارجعها لحضرتك. دي لما وصلتني كبت عليا بلاوي الدنيا والآخرة. بصي ايوه بصي، الايباد ده ولا التاب ده مش بتاع حضرتك. انا جاي بقى ادي لسعادتك، بس يعني عايز من حضرتك شهادة حق. حضرتك تقولي أن تقولي ايه ده؟ انت حالتك صعبة أوي. طب ممكن حضرتك ورقة بخط حضرتك تقولي من غير مؤاخذة يعني أن أنا غير مسؤول عن تفجير معاليكي بعد إذنك، يعني تكتبي مش هتقدري. طيب اجيب انا ورقه واكتبها ومعاليكي تبصمي عليها. قلت ايه؟ تعالى شيل البتاع ده عشان تعرفي تتنفسي. بتقولي افسر بس الكلام بتاع حضرتك. ممكن معاليكي اشيل الشنكور ده؟ ممكن اشيله ولا ممكن تفيصي فيها؟ مش هتفيصي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عيني يا سلام. عفريت. عيني العفريت. عيني؟ عفريت. لا اله الا الله. انا عفريت. دكتور ايهاب. عيني العفريت ايه بس؟ فهميني.
انت مكوبسه ولا حاجه؟ مكوبسه؟ لا. ايه ده؟ انت مين وبتعمل ايه هنا؟ انا الدكتور صلاح اشرف ابو سريع جامعه سكونسفونس ليفر. دكتور صلاح مين؟ انا اول مره اشوفك هنا في المستشفى. ازاي؟ انا الدكتور صلاح بتاع الوزيره. انتوا ازاي يعني؟ ازاي سيبنا من غير سكس بالف على وشها وال مش ممكن. سكس بالف ايه؟ مين انت؟ مش ممكن. هو فين مفتاح 18 والجنكار والبرور براندو؟ مش ممكن اللي بيحصل ده امبوسيبل. مين الراجل ده؟ امسكوه. الله يخرب بيت امي دي اوكر. مالها اوكر زمان؟ معقول سايبين البلولة اللي عند سيادة الوزيرة؟ ده كلام؟ يلا يلا بسرعة بسرعة. بعدين يا نرجس، لا ده مش طبيعي. انا حاسس ان درويش اتعكش جوه. تقفل من بقك. ايه ده؟ انت قلت تقفل من بقك. بعدين صاحبك حدق وفيه. مالك يا اخوي؟ محصور بقالي ربع ساعه اتجنن واعملها، بس مش عارف اعملها فين في اللبش اللي جوه ده. يا عيني. حياتك انا بنت الوزيره. إيه؟ ممنوع ايه بس حضرتك؟ بقول لحياتك انا بنت الوزيره. اسفين جدا يا فندم، في حاله طوارئ جوه وجالنا تعليمات نقفل المستشفى كلها. بنت الوزيره شخصيا ما عرفتش تدخل. شكل لبش هيطول. بقول لك يا نرجس. نعم. تسيبيني اعملها في الصندوق اللي جوه ده. ده انا احرقها قبل ما تعمل فيها كده. قص عليكي، كانش العشم. يعني حضرتك عاوز تفهمني ان دخل من المستشفى وعدى من الامن ودخل غرفه العنايه المركزه اللي ليها كارت مخصوص ودخل اوضه الوزيره اللي عليها حراسه خاصه وقعد جوه فوق الخمس دقايق وبعد كده خرج عادي؟ والله رجالتك والامن حاولوا يجيبوه. هرب. عايزني اجيبه انا؟ انا مش عاوزك تجيبه ومش عاوزك تعمل حاجه. انا بتكلم عن اجراءات امن المستشفى اللي بقت عامله زي الحديقه الدوليه، اي حد يدخل واي حد يخرج عادي. انت مش بتقول انه خرج من المستشفى في نعش خارج من المشرحه؟ عايزنا نفتش النعوش؟ حتى لو حاولنا نعمل كده اهل المتوفي مستحيل يوافقوا على حاجه زي دي. دي ثغرات امنيه يا سياده المدير. ثغرات ايه؟ دي حفر امنيه. انا ما رفضتش اي عرض من عروض الحراسه، لا من الوزاره ولا من الامن الخاص. ثم ما اقدرش امنع الناس تدخل وتخرج، دي مستشفى يا باشا. طيب انا هاخد سياده الوزيره عندي المكتب عشان اخد بالي منها، ولا اقول لك انا هقدم طلب اشتغل عندك تمرجي في المستشفى عشان ابقى واخد بالي منها. كريم باشا، الدكتور ما يقصدش. بص يا دكتور، احنا عايزين نعدل الموقف بس لازم ننجز عشان ما عندناش وقت، فيا ريت تساعدنا لان الموقف بقى محرج قوي. انت شايف حضرتك انا ما فتحتش بقي ومقدر الوضع وعايز اساعدكم. يا فندم انت هتساعدنا ازاي؟ هتساعدنا ازاي وانت سايب المستشفى على البحري والكاميرات ما بتصورش وسايب المستشفى سداح مداح؟ يبقى حضرتك هتساعدنا ازاي يا فندم؟ الكاميرات اتصلحت يا باشا، ووضح لحضرتك امبارح ان العطل كان متعمد مش اهمال. ثم حضرتك لو عايز تخش دلوقتي الغرفه تشوف ايه اللي حصل على شاشات المراقبه اتفضل حضرتك، انا تحت امرك. يا ريت يا فندم. عيني العفريت؟ ايه عيني العفريت دي؟ مش ده بخور؟ والله ما انا عارف، باينها كانت بتخاطرف. ايوه يعني هي فاقت ولا ما فاقتش؟ ما انا قلت لك يا ماهر، قلت لك هي فاقت شويه وراحت راميه البقين دول وسافرت تاني. عيني العفريت خلاص، وراحت سافرت تاني خالص. بقول لكم ايه؟ ده اخر بطاطس معايا، حد عايزه؟ بطاطس ايه وقرف ايه؟ انا مورود مورود.
يا عم انت زي الفل اهو، خرجت من المستشفى زي الشعره من الحلاوه. دي تسهيل ربنا بقى، تسهيل ربنا. ايوه يعني خطه نابليون اللي احنا قعدنا نظبط فيها نزلت كلها على فشوش. طب وهتعمل ايه يا درويش دلوقتي؟ والله ما انا عارف يا ماهر، مش عارف افكر خالص. انا دماغي بقت قد كده، شوف دماغي بقت قد كده، مش عارف افكر. واكيد طبعا بعد اللي حصل ده كله هيزودوا الحراسه على الوزيره، هتبقى لبطشيه واثنين وثلاثه، يعني استحاله حد يخش لها بعد كده. امال ايه وزيره؟ لا راجل الجدع يخش بدل المره ألف. مره ألف ايه وراجل جدع ايه يا بنت انت؟ هو داخل حمام، ما انت بعينك شفت بنت الوزيره بجلاله قدرها ما عرفتش تخش المستشفى. بنت الوزيره؟ اه. بنت الوزيره دي شفتوها فين؟ اه حبت عيني ده كانت عماله تتنطط زي الفشاره كده قدام الباب. قلت لهم امي جوه، وهم قلوبهم قاسي قوي. بس هي عليها حته عربيه، انا لو عندي زيها كنت صغرت 20 سنه اكتر ما انا صغيره. طب وبعدين؟ لا بعدين دي بقى محتاجه راحه وفوقان. اه بقول لكم ايه، الحقوا روحوا بقى ترتاحوا عشان الحق اودي العربيه التوكيل. توكيل؟ يلا يلا بينا، بينا شكلها كده طالع على عزبة النخل. يلا يا عم يلا. هو بيعمل ايه؟ بيكلم مين؟ الست في غيبوبة، ده أكيد راجل مجنون. احنا بنتعامل مع إرهابي مجنون يا أشرف. استنى كلمني لما نشوف اللي هيحصل. بتقول له ايه دي؟ أكيد كانت بتحاول تستغيث، مش كان عاوز يقتلها؟ يقتلها ايه بس يا كريم؟ ما هو قدامه من بدري. لو كان عايز يقتلها كان قتلها بدل المرة 10. لازم نعرف هي قالت له ايه. يا درويش طوعني، ما تحطش في دماغك موضوع عين العفريت ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ماهر عين العفريت. يا ماهر اداش. اهلا خليفة. يعني ضح في الشوكولاتة بتاعتك، ده انت الخسارة بتجري وراك بالمشوار. هتضح ايه؟ دي سادس قطعة. سادس قطعة؟ الصلاحية منتهية بس انا مكسل ارميها. بالشيفة. ربنا يخليك لينا. رحت مشوار البصة اللي قلت لك عليه وجبت الفلوس؟ جبت الفلوس، بس الواد اللي بعت التحويل ما دفعش رسوم التحويل، سابهم على المستلم وانا خصمتهم من 10,000 بتوعك. اه يا عدناوة 50 جنيه، مش قادر تخصمهم من 5,000 جنيه واخدهم؟ وانا حطيتهم في جيبي، ما لهفتهم مثل المحظوظة، مش عايزة تدفع لي ثمن الباسبور اللي هضربه هولا. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بلاش عوق، بلاش تشحها ايدك على ختم البيت، لا يمسكوها في المطار يسحلوها وتقر علينا كلنا. مطار ايه يا عم الحاج؟ اخرها معايا حج بري او بحري، ولو في حج ماشي همشيها. حج ماشي تمشيها؟ بقول لك يجيب لها سكوتر احسن، سكوتر. هات فلوسي. اتفضل اتفضل يا سيدي. ايه؟ لففهم في فوطه صحيه ولا ايه؟ ما تتنظرش تتنظرش. اه بعد ما وصلوا لك لسه ما يتنظروش. بقول لك يا خليفه، والله ما تستاش تجيب لي سبحه وسجاده صلاه. اللهم صل على النبي. ده انت عم تركحهاش يعني. انا بقول احطوه في المحل يجيبوا البركه. ما شاء الله. حطوه في المحل يجيبوا البركه. ما شاء الله. بقول لك يا ماهر، شوف له بقى كوز بسطرمه كده حمضاني حدقي بعد الشوكولاته دي. ده لا حتى بيميني فاهم ولا بيحصل. احنا مخلصين سكتش ومستنيين نشير معاكي قبل ما نبدا، وانت ما كنتيش موجوده. انا طب ما تكلموني، بكلموني او ابعتوا لي، ما انتوا على طول بتكلموني فادفع من كده. انا حاسه بس ان انتوا رحرحتوا في غيابي. ها وما بقيتوش تشوفوا شغلكم كويس. يا مدام نهله اهدي بس. اند اوف ذا ستوري، ما حدش فيكم هيمشي النهارده غير لما يخلص حاجه الراجل ويبعتها له. اتفضلوا. قولي يا باشمهندسة، في ضيفة بتقول عايزة حضرتك ضروري. أنا برضو آسفة جدا، بس أنا مش عارفة حضرتك عايزة مني إيه بالظبط. عايزاكي توصليني بدرويش. هو أنا المفروض أعرف مين درويش ده؟ يا حبيبتي أنا مش عيالة، وعارفة إن أنت بنت معالي الوزيرة اللي درويش متهم بمحاولة اغتيالها. أيوة بس. وأكيد مش صدفة إن درويش يعرف طارق زي ما يعرفك بالظبط. وبرضه مش صدفة إنك أنت تروحي لطارق في الوقت ده بالذات عشان تطلبي منه يعمل شغل لشركتك،
وخصوصا ان بقالها سنين شغاله، وتطلبي منه ان هو يعمل لك سيكيورتي سيستم زي ما فهمت. طيب هو لما حضرتك عارفه كل حاجه بتحصل حواليكي ما وفرتيش الزياره ليه وطلبتي من باشمهندس طارق ان هو يوصلك بيه؟ لاني عايزه طارق يبقى بعيد عن موضوعك ده. يمكن انت مش هتفهمي كلامي، لكن درويش هيفهمه كويس. انا عارفه ان درويش بيحب طارق، لكن اللي بيعمله ده ممكن يدمر حياته. دي قضيه امن دوله. على فكره اللي انا بطلبه منك ده مش صعب ولا خطير. انا كل اللي عايزاه منك انك توصلي كلامي لدرويش وتقولي له ان انا عايزه اقابله في اقرب فرصه، وهو هيعرف يوصل لي ازاي. كريم اصحى يا ابني، لحد ينام كل ده؟ يلا قوم عشان نكمل. قوم. ايه يا ابني في ايه؟ دي صح حد كده؟ انت مش بني ادم؟ عملت لك ايه؟ ما عملتليش ليه بتاع زي اللي بتشربه ده؟ معلش اللبن خلص. قوم شوف ايه في المطبخ واعمل لنفسك. ايه انت تقيل. عملت ايه في القضيه؟ اديني اهو طالع عيني. تعالى كده نقوم ونركز مع بعض ونكمل. بص يا سيدي. يلا يا هري. ارجع معايا كده اسبوعين ثلاثه لورا، اول ما عرفنا خبر اغتيال الوزيره. ساعتها احنا عملنا ايه؟ جرينا على كاميرات المراقبه وفرغناها وطلعنا صوره درويش ودخلناها على سيستم الوزاره. صح كده. ومن خلال السيستم جبنا الملف بتاع درويش عبد ربه اللي في مصلحه السجون وبنينا شغلنا عليه، لان ساعتها الملف بتاع درويش اللي كان في عند الدوله اتهرب واتدهس الايام بتاعت الثوره، وساعتها كلنا اقتنعنا ان هو الشخص ده اسمه درويش عبد ربه. صح. دلوقتي بقى احنا عندنا ملف تاني خالص في صوره لنفس الشخص ولكن باسم تاني. ده بقى معناه ايه؟ ايه؟ يا اما في اتنين بني ادمين، واحد اسمه درويش واحد اسمه فضل، والاتنين بالصدفه البحته سبحان الله طلعوا شبه بعض، توأم مثلا. ده هندي طبعا. طبعا. يا اما الحل التاني وده الاوقع بالنسبه لي، ان واحد فيهم زور الملف، واحد فيهم انتحل شخصيه التاني. صح؟ دلوقتي عايزين نعرف انهي ملف اللي اتزور، ملف درويش عبد ربه اللي كان في مصلحه السجون ولا ملف فضل سيد الغول اللي كان في ارشيف النيابه؟ بص طالما اللي هو الشيء السباعي كان متورط في الحوار ده يبقى التزوير كان في الملف بتاع السجن. مش هو ساعتها كان مامور السجن اللي هرب منه البني ادم ده؟ يبقى اللي عمل العمله دي وفجر مركب الوزيره مش درويش عبد ربه. فضل سيد الغول. هو ده كريم اللي انا اعرفه. تعالى بقى نرجع كده ورا الموضوع من اوله. ده امجد الدين مفيش مشكله، خدوا فضل سيد الغول. مين بقى الحليوه ابو شنب ده؟ بص يا سيدي ده ممكن يكون دسوي لص، الشخص اللي مات ساعه العمليه. ممكن، بس انا مش هبني على استنتاجات تاني، مش هبني على استنتاجات من غير ما نعرف مين ده. كل الكلام اللي انت قلته ممكن يكون مترتب وممسوك، اه بس مش هعرف ابني على الكلام ده اي حاجه جديده في القضيه. لازم يا اشرف اعرف مين ده. خلاص يبقى سيبوني وانا هجيب لك قرار. يلا روح جيب قراره من المطبخ وجيب لي واحد شاي. الو. ايوه يا استاذه اهو لسه حي ارزق. انت يا اخبار حضرتك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. دلوقتي مدام نعمه تعدت عليا في المكتب. ايه وصلت لك ازاي وجايه ليه؟ طارق جراله حاجه؟ لا 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 طارق كويس ما فيهوش حاجه، بس هي بتقول ان هي عايزه تقابلك بخصوص موضوع طارق، بتقول ان انت هتعرف توصل لها ومستنيه منك تليفون في اقرب وقت ممكن. درويش درويش انت معايا؟ معاك يا استاذه. طيب انا هبقى اشوف الموضوع ده. مع السلامه يا استاذه. دي بجد طلعت صغيره قوي. لا هي مش صغيره بس هي كبيره قوي عليك يا درويش. فين دي بشريتك؟ امال دنيتي فين يا امجد؟ تحت تحت الرجلين بعد مسالك في جهنم.
جامعة إن شاء الله، بس ما تغدرش برضوان بقى وتنهب لك حتة من الجنة. ناس غريبة جاي وسط الناس وشك مكشوف يا هميش. أنا عمري ما اديتك ضهري، أنا طول عمري قدامك ولسه قدامك، بس أنت يظهر إن كبرك غواك زي الكلب اللي شاف نابه في المراية افتكر نفسه وحش غول. حسابك كتير قوي يا درويش ولازم يتصفى. إذا كنت فاكر نفسك وحش غول لو افتكرت على إيدي. انت اديك نعمت وملست على الحرير، لكن ايديا انا اتشققت من كتر الشوك اللي غرسته في جتتي من 25 سنة، وكان على حساب اوانه مش دلوقتي ولا ده مكانه. بس اوعدك حصفيه في القريب العاجل وكله هيتراضى يا زهير. ليديز اند جنتلمان، حضرات السادة الحضور، هنبدأ دلوقتي مراسم الحفل السنوي لوزارة الاستثمار. الحمد لله على السلامة يا أستاذة. واللي حصل ده كان حقيقي؟ الحمد لله كتب لنا عمر جديد. ولا قتلت بني آدم؟ انت فديتيني وفديتي زين. انا قتلت، انا مسكت مسدس وضربت نار وقتلت. اللي يقتل وحشه عشان يأمن شره عمره ما يتحسب قاتل. أنا حاسة إني بقيت واحدة تانية أنا معرفهاش. معلش معلش، الدنيا ساعات كده بتحطينا في مزانق بنطلعوا منها بحاجات عمرنا ما كنا نتصوروها. وأنت جيت ليه؟ أنا جيت عشان أخد الفايل من الواد الغلبان ده قبل ما يسافر بيه بره. نعم. أنا ابني مخطوف، واللي خطفوه بيساوموني على حياته بعين العفريت. كريم كريم اصحى يا ابني، اصحى اصحى، رايحين على الظهر يا ابني، اصحى بقى. مش بيصحى حد كده يا ابني، طب ما احنا داخلين على الظهر، صحيه ليه؟ يا عم مش كلمتك اكتر من مره، لما انت ما رديتش كلمتني بتفكرك بالدفعه بتاعت مدرسه بنتك. الله يا امك عصفور. جبت بن؟ لا يا عم بن ايه؟ ده انا معدتي اتهرت من كتر القهوه. انا جبت فطار وقلت نفطر سوا. وايه دول كمان؟ دول حبه جرايد لقيتهم في السكه، قلت اجيبهم ناخد عليهم بدل المزبله اللي انت معايشني فيها دي. ها فول ولا طعميه؟ بكلمك. البحث عشان تديه لهم انت المره دي. افهمني بس يا دكتور، انا لحد يومين فاتوا ما كان ليش اي دعوه بالبحث بتاعك ده، بالعكس ده كان باله حاطط فوق دماغي وكنت عاوز اخلص منه، لكن لكن دلوقتي البحث ده قصاده حياه ابني. استاذ درويش بدك تطول بالك تقدر تشوف الصوره بشكل اوضح، اذا كل واحد فينا اخذ هيدا الموضوع باستفاده شخصيه ما كنا وصلنا لهون.
ما كان زين مطارد، ما كنت أنا وعمتي معرضين حياتنا للخطر، ولا حتى دكتورة نادية تعرضت لمحاولة اغتيال. كل واحد فينا فات بهيدا الموضوع كرمال مصلحة أكبر من هيك بكتير. مصلحة ملايين العالم ممكن نخلص حياتهم إذا هيدا الدواء تنفس. لو تنفس بقى، لو تنفس. انت حضرتك قلت لي بعظم لسانك ان الدواء ده لو راح لاي شركه من اللي بره هتركنه عشان سوق الادواء المغشوشه اللي عندها ما يقفش. وفرض بقى انك طلعت بيه واديته لاي شركه من الشركات اللي بره، تضمن منين انهم ما يعملوش معاك زي ما عمل معاك اسعد؟ هو انا ما عنديش ضمانات، بس لو في فرصه واحد على المليون ان البحث ده يتنفذ همشي وراه. انا بقى احتمال 100% ان البحث ده لو اديته لاسعد هنقذ بيه حياه ابني. انتوا بتحسبوها ازاي؟ بنحسبها بضميرنا درويش. لا، انت حسبتك غير حسبتنا خالص. انت جيتي لبنان هنا عشان تاخدوا الدكتور يشهد مع امك. انت لا يهمك دواء يتنفس ولا علاج الناس، انت برضو يهمك مصلحتك انت. على فكره الكلام ده مش حقيقي. ها، مش حقيقي. انا صحيح جيت اخده علشان خاطر يجي معايا ويشهد مع امي، لكن لو كان طلبي ده قصاده ان البحث يروح عمري ما كنت هطمع منه. يعني ايه؟ كلكم ملايكه خلاص وانا الوحيد اللي شطان؟ ماشي، انا شطان. بتعمل ايه درويش؟ انا مش درويش، انا فضل الغول اللي عشت طول عمري محروم من ابني ومستعد تعمل اي حاجه عشان انقذه. هات البحث. ولو قلت لك لا هقتلك. هات البحث. مش رح تقدر. أنا ياما شفت رجال حاملين سلاح، في اللي حمله مرعوب، وفي اللي حمله قلبه ميت، وفي اللي بيدافع عن نفسه فيه، وفي اللي بيرفع ضيج ياخد شيء مش من حقه. السلاح بإيد الرجال موصول بعينه، وأنت عينك بتقول إنك ما رح تقدر. أنا ما بعرف كم مرة أنت مستعمل سلاح بحياتك، بس أكيد إنه بعمرك ما قتلت حدا من دون ذنب. دكتور زين وين؟ موجود. أهلين، مش هنا بيقولوا كده برضو؟ أنا خلص رتبت كل شيء لبكرة. قبل طلوع الفجر بتكونوا بصيدا، في مركب رح يخدكن على مطرح آمن لهونيك، ومن هونيك بتروحوا على اليونان. حلو قوي. وبالنسبة بقى لدخول أنا السويد؟ توصلوا على اليونان بالأول وبعدين كل شيء بيكون مسهل. الحمد لله تمام. من غير مؤاخذة يعني، ممكن الترتيب ده يتغير شوية ونطلع كلنا منه كسبانين. يا نهار اسود، ما هو المصيبة ان انا عارف انت بتفكر في ايه. يا ابني انت مش فاهم حاجة. يا ابني ما تخافش مني، انا لو عليا اعمل لك تمثال عشان علمك اللي عايز تسخره عشان راحة الناس. لحظة، تغيير شو بدك تعمله؟ العداوة اللي بين سيادتك وبين أبو فراس مسمعة في البلد جامد. شو خصك بيني وبين أبو فراس؟ تقبرني تقبرني يا عمي. يا عمي اهدى، روق روق شوية، رد علي. من أصغر صبي لأكبر شيخ بلبنان بيعرف شو في بين اليازجية وأبو فراس، مثل الصقر عندكم بالصعيد. حلو قوي، يعني مفيش حد في البلد يقدر يصدق إن أنتوا ممكن أنت وأبو فراس تتفقوا على مصلحة. لك بتطربق السما على الارض وهالشيء ما بيصير. قلي شو بدك؟ انا عايزكم بقى تتفقوا مع بعض. شو؟ اهدى 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 يا دكتور، بلاش بلاش تنفخ في ريشك وتحمر في عينيك واسمع الكلام للاخر. اهدى اهدى بس. دلوقتي احنا عايزين الواد ده يروح سليم، والدكتورة تبعد عن أي خطأ، وقبل كل حاجة ابني يبقى في أمان،
محدش يمس شعرة من راسه. وعشان ده يحصل لازم يبقى فيه طعم، طعم كبير نبلعه للحيوان اللي اسمه أسعد ده. بتهيألي الطعم ده مفيش أكبر من سمعة العداوة اللي بينك وبين أبو فراس. يا درويش أنت مش فاهم أنت بتطلب إيه؟ أنا فاهم، وعشان كده بطلب. أنا اللي عايزك تكلمه ولا تقعد معاه ولا يحصل بينك وبينه أي حوار. طيب شو بدك؟ أنا عايزك تهديني بعداوتكم وتسيب الباقي علي أنا. ألو، أيوة كريم باشا. إيه ده درويش؟ أنت بتتكلم منين؟ لا أنا لسه في لبنان. لا الدنيا توحلت أكتر من أول بكتير، والوحلة المرة دي مش هنعرفوا نخرجوا منها بلدي كده زي كل مرة. يعني إيه؟ يعني لازم أخرج شرعي عشان أأمن ابني وأأمن كل الناس اللي موروطة معايا في العكة دي. شرعي؟ إزاي يعني؟ أنا عاوزكم تبعتوا حد عشان يقبض عليا. آخر حاجة أتوقعها إني أقابلك هنا. خلاص إحنا عدينا حدود الخيال يا حسام باشا. مش حسام باشا برضه؟ أنتوا التلاتة هتطلعوا من هنا على المطار على طول. الظرف ده فيه الباسبورات بتاعتكم. الباسبورات دي بأسماء تانية خالص غير أسمائكم الحقيقية، عشان رجالة أسعد في المطار ما يعرفوش إن أنتوا سافرتوا. يعني يعني الباسبور ده مضروب؟ مد إيدك يا ابني، مد ايدك يا ابني، ده من غير مؤاخذه الحكومه هي اللي ضرباه. يعني انضف من الباسبور الاصلي بتاعك بكتير. هتشوف، افتح كده وشوف صورتك اهو، انضف انضف كتير. طيب سوري معلي، بس انا ليه بدي اسافر على مصر؟ شو اللي بعد شغل هونيك؟ سيادتك يا دكتوره، شهادتك مطلوبه ضروري جدا في مصر عشان القضيه دي تتقفل تماما. على الله بس الترتيبات بتاعتنا تمشي زي ما احنا عايزين ان شاء الله. أتمنى كل شيء يتم على خير يا رب. طمنيني بس تصالي على مصر. أكيد. مرسي كتير نديم، ما بعرف شو بدي أقول لك. مرسي على كل شيء. يلا يلا، باي باي. مرسي، باي. ازيك يا ابو فراس؟ الامن خلاص بقى معانا تمام التمام، ناقص بس نرمي الطعم الاسعد. هقابله بكره. هات لشوف شو الجديد اللي ما بينفع تحكي على التليفون. شوف نحن اول مره نتقابل، انما اللي بدي اياك تعرفه عني اني رجل عملي وما بحب ضيع وقتي. بلدكم شقوقها كتيرة وما اعرفهاش غير ناسها، وانا راجل غريب هنا، مفيش حد في ظهري غير واحد بس واقف سند ظهري وسند خطوتي. ولما حكيت له قال لي على شوية حاجات واتفاقات لازم يتفق معاك عليها. ومن هو هذا الشخص هذا؟ ابو فراس. ما تقلي انك بتعرف ابو فراس وابو فراس بيعرفك. هو المفروض انك تتكلم معاه وتتفاهم معاه احسن. ايه اللي لا؟ تمام يا باشا، ابو فراس قام بالمطلوب. اتاكدت انه سجل كلامه مع اسعد؟ حصل يا باشا، والسي دي طالع في ظرف دلوقتي على الامن اللبناني. بالنسبه لميعاد ومكان المقابله، المكان تحدد، وفراس عرف انه درويش حو موجود بصيدا، وبعد ساعات رجاله بيكونوا هنيك وبيسيطروا على الوضع وبيتصل فينا وبنتحرك. دكتور زين وين؟ موجود.
أهلين، مش هنا بيقولوا كده برضو؟ جهاز أمني واضح، بس أنت مين؟ عقيد حسام عقرب، الأمن الوطني المصري. عاوزك كده تهدى وتعقل وتقول للرجاله اللي وراك دي تنزل السلاح اللي في ايديها عشان افهمك ازاي ده حصل. جريت هنا وهنا، لفيت شرق وغرب، ونطيت من فوق لتحت، في الاخر جيت لي برجليك لقضاك. محدش بيهرب من القضاء، ويا عالم مين اللي جايب التاني القضاء يا زهير يا ملاح؟ لسه متشعلق في اسم زهير. القصه من اول للاخر بين فضل وزهير. اوعى تكون متعلق بالورقه اللي مع نعمه. نعمه؟ الورقه دي مش هتلحق تعمل بيها حاجة، لأنك كنت هربان مني، هربت كتير، لكن الليلة دي جيت لآخرك. الليلة دي مش آخر، الليلة دي هتبقى بداية لحساب طويل بقاله أكتر من 25 سنة مفتوح، مش بس على حساب دمي اللي حاولت تهدره مرتين بجبنك وخبسك، تحطيت إيدك في إيد الموت ومشيت في طريق الموت وهدرت دم ناس كتير ملهاش أي ذنب، من أول دم عبد الماحي وفؤاد ومراته لحد دم شوقي السباعي. إذا هتعملي فيها ملاك وتجيبها في الدم، في دم الناس دي كلها فرقة بتاكتة، أنت اللي جريتهم في رجليك واستخبيت وراهم عشان تهرب مني. أنا عمري ما هربت منك، أنا طول عمري بدور عليك، من أول ما هربت من السجن وأنا بدور عليك في كل حتة، بدور عليك في وشوش الناس القريب والغريب، بنكت عليك طوب الأرض، بخبط على كل البيوت، غرضي إن وشي يبقى في وشك وأعرف منك ليه خنتني قبل ما أقبض روحك. الخيانة دي ضربة فيك، ضربة في عقلك وقلبك وجتتك كلها، علشان اعتديت على حرمة صاحبك. حرمة الصاحب انت اللي نهشتها يوم ما طمعت ورفعت سلاحك عليا. حرمة الصاحب لما حد يعتدي عليها الموت ارحمني. ولا كنت تفكر ان حكايتك الوسخة مع الكلبة اللي كنت متجوزها هتستخبى للآخر؟ انت دماغك هبت منك ولا العرق الوساخ اللي جواك مخليك تهلفط بأي كلام؟ طول عمرها مراتك عايزة ست صايمة شرفها، وانا عمري ما بصيت لعرض الغريب عشان ابص لعرض صاحبي. الكلام ده كان ممكن اصدقه لو سمعته من واحده اي كلام، لكن انا سمعته من واحده كانت عايشه تحت سقف بيتك. راضيه مراتي هي اللي قالت لك اني خنتك؟ راضيه مين؟ راضيه دي كانت ست طيبه وانت كنت مغميها، اللي قالت له اختها اللي شافت وعرفت قذرتك ووسختك ودرت عني وعنها. نعمت اخت راضية مراتي؟ انت بتقول ايه؟ بقول اللي كان لازم تسمعه قبل ما قلتلك واقبض روحي، مش عشان اريحك او افهمك، لا. 25 سنة وانا كان في قلبي غصة، لاني كان لازم اقولك قبل ما قلتلك حقيقة وسختك وخيانتك ونزلتك، علشان لما تطلب مني ارحمك ارحمكش. قفل سلاحك يا جنبيت، الموضوع انتهى خلاص. حتى انت بقيت تنقص ابنك بتخون يا خاين. تبقى أحلى كتير من غير رصاصة في دماغك. آه!
جدا في كفاءه الاجهزه الامنيه. صحيح القضيه عدى عليها تقريبا شهرين قبل ما يكشفوا ملابساتها، بس بكميه العك اللي عرفناه ده نقدر نفهم هم طولوا كده ليه. الحقيقه ان العك ده اثبت لنا ان عندنا وزيره صحه محترم. الست اللي بقى اعدائها اقرب الناس ليها اكيد ما بتحطش في اولوياتها غير حسابات المصلحه العامه. واعتقد ان قرار رئيس الوزراء برفض استقالتها كان قرار موفق، لاننا محتاجين اللي زيها يبقوا في مواقع المسؤوليه. ايه يا طارق؟ هو انت مش هتروح مكتبك النهارده برضو؟ مليش نفس. وهتفضل كده لحد امتى؟ يا حبيبي انا مقدره اللي انت فوت فيه ده كان صعب وخطير، بس الموضوع خلص خلاص. خلص ازاي؟ انا لسه مش فاهم اي حاجه. مش الامن فاهمك على كل حاجه؟ ما هي المشكله ان اللي الامن فاهمهولي ده هو اللي حيرني اكتر. ايه بس اللي محيرك؟ مش هم قالوا لك انك انت اتخطفت لانهم كانوا فاكرين ان الملف الزفت ده معاك؟ ودرويش ايه اللي جابه ورايا؟ وفداني بنفسه ليه؟ وامجد الديب نفسه كان عايز يقتلنا انا ليه؟ طارق دي قضية كبيرة قوي وأكيد مليانة أسرار، ما ينفعش يقول لك على كل حاجة. الأسئلة اللي أنا بسألها دي ما تخصش القضية خالص، دي تخصني أنا. صباح الخير. صباح النور. صفاء صفاء. ايوه مدام. مين اللي بعت الورد ده؟ ده واحد جه الصبح بيقول ان هو متعرف امجد الديب. شكرا. اوكي. Thank you.
كنتش جيتي كنت كتبت صغير الملاح في كل اللي قاله قبل ما يموت. ده لسه عايش. انت يا نعمت، انت يا نعمت، انت اللي حسبتك في يوم من الايام زي اختي وامنتك العمر كله على طريق ابني، تطلع الضربه جايه منك انت. انت اللي بديت يا فاضل لما ضربتني في ظهري زمان. انا؟ ايوه، انت كنت عارف ان انا بحبك وكنت بتفهم كل اشاره مني ليك، كنت بشوف الرد في عينيك، في نظرتك، في ضحكتك، في كلمه بتقولها لي وانت معدي عشان تقولي انك انت حاسس بيا وانك هتيجي. بس يوم ما جيت اخترت راضي اختي، ما اخترتنيش انا. انت مجنونه، مجنونه. انا عمري ما فكرت فيكي. لا مش حقيقي، انت ما اخترتنيش عشان ما يقولوش ان فضل الغول اللي مدوق تلات ارباع بنات السكاكيني اختار واحده مطلقه. وراضيه اختي كانت عارفه كده كويس قوي وعملت اللي كانت بتعمله زمان، تاخد حقي وتستحله لنفسها. بس المره دي بقى ما كانش فستان ولا جزمه ولا علبه بودره، لا ده كان الراجل اللي تمنيته والبيت اللي حلمت بيه والابن اللي كان لازم يبقى مني ومنك. وعشان ما تقوليش كل ده، عشان ما تقوليش كل ده تقوم تخربي البيت على اللي فيه وتروحي توسوسي بزهير الملاح اللي بخونه مع مراته. انا كنت متاكده ان شيطان زهير مش هيغلب انه يشفيلي غليل. وراضي يا اختك اللي اترمت في مستشفى الامراض العقليه بعد ما عقلها خف وماتت وهي فاهمه اني بخونها؟ لا، هي عقلها خف لما قلت لها اللي عملته فيك، وبقيه حقي منكم اخدته لما اخدت طارق لنفسي ليا انا بس. تشتغل شيطان، شيطان ما يكفوش نار الدنيا والاخره عشان يتحرق. انا كنت جاي اخلص عليكي بنفس السلاح اللي خدت بيه طاري من زهير الملاح، لكن بعد اللي سمعته منك اي رصاصه هتطلع من سلاحي ده هتبقى رصاصه رحمه ما تستاهلش تتوسخ بدمك. انا هسقيكي من نفس الكاس اللي سقيتي لاختك، وهقول لطارق على حقيقتك، هقول له، وساعتها بقى هيعرف ياخد بطار ابوه وامه. ازاي؟ مكتوب لي عمر، الموت والحياة مفهومش ازاي؟ ايوه بس دول قالوا انك خلاص. سيبك من اللي قالوه، مش كل اللي بيتقال بيتصدق، مش كل اللي بيتصدق يتقال. بقية في حياتك
انت مين؟ انا مين ايه يعني؟ اسم ولا صفة؟ الاسم نعرفه، درويش. لكن اكيد انت مش الارهابي ولا برضو الراجل الغلبان صاحب السايبر اللي عرفه من زمان. انت ايه بقى؟ انا راجل غريب وعشت طول عمري غريب، واتمنى من ربنا في يوم من الايام انه يقربني من حتة مني ترد فيها الروح. انا مش فاهم حاجة. صدقني يا ابني، انا اكتر هم في حياتي اني افهمك. رسمت في دماغي 1000 كلمة عشان اقولها لك، وحيلت نفسي على 1000 طريقة للكلام، لكن يظهر اني ساعة البوح بيبقى لها هيبة بتعقد اللسان. بس متهيألي يعني بعد اللي شفته معاك من حق عليك انك تفهمني. من حقك. يبقى فهمني. هفهمك. طارق، في حاجة يا سارة؟ اه بس دقيقة واحدة لو سمحت. معلش، سارة خطيبتي هشوف عايزة ايه هرجع لك على طول. برضه ما قدرتش اقول له، وعمري ما هقدر. لو قلت له انا اللي هفرح، هاخده في حضني ودفي قلبي بضمته، بس بعد الحضن هيتفتح باب السؤال، والسؤال هيجيب سؤال، لحد ما يعرف التاريخ الاسود للغول المتشعبط في اسمه. ساعتها الحقيقة هتمرر له حياته وتحني له ظهره وتكسره. الكفارة ما كانتش في الغدر ولا في الهروب، الكفارة كانت في وقفتي خزيان قصاد ابني وانا عاجز اقول له اني ابوه. هو ده عدلك يا رب على اللي فات، وانا راضي وطمعان في الباقي من عمري اني ادوق رحمتك.